النهارده اكلمك بقى عن الحلقه الرابعه من اقذر واوسخ مسلسل تم عرضه على قناه نتورك في الفقره المسائيه. المسلسل حرفيا بيعمل غسيل مخ للاطفال، بيعلمهم حاجات شبه الشذوذ والالحاد، ولو انت اتفرجت على الحلقات اللي انا قبل كده اتكلمت عنها هتكتشف ان هو مليان مشاهد والعياذ بالله اباحيه. وفيديو النهارده بقى بقول لك ان انت مش زائد 18 ولكن ممكن نقول زائد 21. حضر لي بقى كده كوبايتك والحاجه اللي انت هتشربها ويلا بينا. بسم الله. في الحلقه الرابعه احنا بنشوف مورا وهو قاعد على الفطار قبل ما يروح المدرسه مع امه وابوه، وامه المفترض انها عماله بتطبخ وبتاكد عليه ان انت لازم تخلص الاكل اللي قدامك كله. خد بالك ان احنا امهاتنا كلهم كده، وبتقول له ان الرب ما بيحبش ان انت تسيب بقايا او ان انت تهدر اي حاجه فيما معناه. يعني حتى احنا عندنا يقعد يقول لك ايه، خلي بالك عشان انت يوم القيامه حبايه الرز اللي في الطبق دي هتجري وراك. المكرونه طبعا ما اعرفش الكلام ده، بس اظن ان هو بدعه. هو التهدير طبعا حرام والاسراف حرام، ولكن اكيد يعني مش يوم القيامه هقعد اجري من مكرونايه. ولكن بقى هو كطفل وزي ما قلت لك مورا الغبي غباء الدنيا والاخره، فبياخد الكلام دوت بشكل بحت. في نفس الوقت اللي مورا قاعد عمال بياكل فيه وركز بقى عشان في مصيبه جايه، هتلاقي ان ابو مورا كان قاعد وجاي له جوابات من المدرسه. الجوابات دي اللي بعتها مدرس التربيه الرياضيه بتاع مورال، وهو ابوه ماسك الجوابات بشكل غريب، يعني عمال يبص للجوابات مبسوط قوي ومتكيف منها، عمال يشم فيها كانها لا مؤاخذه جايه له من حبيبته. يعني من الاخر كده ابو مورال، ومن الواضح كمان ان المدرب اللي انا هكشف لك بقى ايه كارثه اكبر عنه بعد كده، من الواضح ان ابو مورال الوان، مش بس كمان مدمن كحوليات ومخدرات زي ما احنا شفنا الحلقات اللي فاتت، ولكن من الواضح كمان ان هو شاذ. في الوقت ده بيكون مورال خلص الاكل بتاعه وطلع على المدرسه، والنهارده يوم مميز لان هم النهارده هيطلعوا زي كامب. فالمدرس بتاع الكامب بيكون مقعدهم مولعين نار وعمال بيكلمهم عن خطوات ازاي تنجو بيها في حاله انك ضعت. هتلاقيني عامل سلسله برضو عن ازاي تنجو لو حصل لك حاجه زي كده، وده بجد هتعجبك قوي بخش شوفها. المهم ان المدرب بيقول لهم ان من اساسيات النجاه ان انت تلاقي مصدر ميه او تشرب حاجه في حاله ان انت مش لاقي حاجه خلاص تشربها وتموت. فايه بقى الحاجه اللي انت ممكن في ساعتها تلاقيها وتشربها؟ قال لهم ان انت تشرب البول بتاعك. مره ساعه ما بيسمع الكلام ده ما بيبقاش فاهم، فبيقول له طيب ثانيه واحده بس، يعني بص السؤال بقى، هو انا ازاي هجيب البول في بقي؟ يعني ازاي هنشن واجيب البول في بقي؟ حاجة طبعا مقرفة جدا، يعني انا اسف ان انا لو انت بتتفرج عليا وانت بتاكل انا اسف. فبيقول لهم انت غبي ولا ايه؟ فبيقول له يا ابني مش كده، يعني على الاقل هات كوباية او اناء وحط فيه واشرب. فقال له قال له طب ينفع ان انا اعمل البول ده ميكس مع حاجه تانية عشان طعمه؟ قال له حاجه تانية زي ايه؟ قال له يعني مثلا مع عصير برتقال. قال له طب يا ابني لو في عصير برتقال انت هتشرب البول بتاعك ليه؟ انت هتشربه بس في حاله الطوارئ. فهنا مورا بقى بيطير ان هو يربط الكلام اللي سمعه من مامته الصبح، اللي هو ما ينفعش ان احنا نسيب بواقي اي حاجه او نهدر اي حاجه في ايدينا ان احنا نشربها او ناكلها، وبين ان ربنا او جيزس هيغضب عليه. فزي الغبي بيقول خلاص طالما البول بتاعي ده ممكن يتشرب انا ليه برميه؟ يبقى من الاخر كده انا لازم اشرب. هو طبعا المشكله مش في مورا، المشكله لو كان عيل صغير اتفرج على الحلقه ديت مثلا وقام راح عمل كده. يعني عايزك تتخيل القرف اللي ممكن يحصل، ممكن يعمل مصيبه الموضوع ده، او ان عيل صغير يبقى بيشوف ويشوف ان انت تشرب الانسان يشرب البول بتاعه ده شيء طبيعي او شيء عادي. ولكن برضو زي ما قلت لك مش دي المصيبه، في مصايب ثانيه جايه في الحلقه. لان ثاني يوم مورا بيصحى الصبح بقى ومامته بتقول له ايه خد العصير بتاعك، فبتبقى سايبه له ازازه العصير على جنب، وبعدين بيقول لا لا انا معايا العصير بتاعي. هنا بالعصير بتاعه يقصد البول بتاعه، ايوه عبى البول بتاعه في ترمس كده وهياخده معاه المدرسه. ولما بيجوا بقى في الوقت بتاع الفطار فصاحبه بيقول له ما تيجي نبدل عشان زهقت من العصير بتاعي، فبيقول له لا لا انا معايا العصير بتاعنا ومش هيعجبك، يعني كان عايز يشربه البول بتاعه. هو هشربه له فعلا. بعدين بيكون عندهم زي مسابقه او ماراثون، ومورال بيقدر ان هو يسبق كل الموجودين. فالمدرب بتاعه بيقول له ايه ده، انت ازاي عملت حاجه زي كده؟ انت ايه الجبروت اللي انت كنت فيه ده؟ فده المدرب خد بالك اللي كان باعت الجوابات لابوه الصبح، اللي هو لما اغزبه بيحبه يعني وفي منهم علاقه هنشوفها برده في الحلقات الجايه. فمورال بيقول له لا انا ما فيش حاجه زي كده. قال له انت بتعمل ايه عشان تكسب السباق؟ بتعبد الشيطان، وركز في الكلمه دي كويس، ها ان هو يعني بيقدم للشيطان قربان عشان الشيطان استغفر الله العظيم يعني هيساعده في النجاح. فمورال بيقول له لا انا معايا مشروب، يعني مشروب طاقة قصده على البول بتاعه. فالمدرب بيقول له بس يبقى انت هتعمل لنا من المشروب ده كميه وهتجيبها توزعها على التيم كله عشان التيم كله يجري بنفس السرعه ويكسب المسابقه. فمورال بقى بينافسه خطه قذره بقى، شرب الناس دي كلها بول منين هجيب؟ هيجي له جفاف لو عمل الناس دي كلها. فمورال بعد ما بيخلص معاه ويمشي هتلاحظ ان المدرب دخل الاوضه بعد كده، على الحيطه صليب بالمقلوب في العلامه بتاعت نجم داوود، بالاخر كده دي طقوس عبده الشيطان، وكان في قدامه كمان خروف وبيمسك الخروف ده ويذبحه. عارفين بيذبحه ليه؟ بيذبحه كاضحيه وبيسمي عليها استغفر الله العظيم باسم الشيطان، فهو من الاخر كده بيعبد الشيطان. وده بقى بيفسر الكلمه اللي هو قالها له من شويه قبل ما يخش. فكده المدرب ده مش بس شاذ، ده كمان بيعبد الشيطان. مورال بيطلع على البيت وبيبتدي اهله يستغربوا من اللي هو بيعمله، ان هو حرفيا بيلم اي سوائل موجوده في البيت وعمال بيشربه. وبعدين بقى بيخش الحمام وبيبتدي ان هو يعمل لهم المشروب المزعوم اللي هو البول بتاعه، وبيطلع بيها تاني يوم على المدرسه، ومش بس بيشربهم المشروب كده لا، ده كمان بيبتدي ان هو يبيعه،
بيتعامل معاه لان هو عمل منتج ريد بول جديد. الغريب بقى ان العيال اخدته وفعلا بقوا بيجروا بسرعه ما شاء الله وكسبوا الماراثون والدنيا بقت جميله. طبعا اهل مورال بداوا يستغربوا من التصرفات اللي هو بيعملها، وبداوا كمان يستغربوا من المشروب اللي هو عمال بيشربه على طول ده. لحد ما في يوم بقى ابوه خلاص جاب اخ وهم قاعدين على الفطار، المفترض ان هو كان عامل كورن فليكس وبدل ما يحط اللبن حط العصير. فراح ابو مورال قال له هات لي كده وريني بقى انا عايز اعرف ايه ده. ولما بياخد بياكل معلقه ثانيه في الثالثه، فبعدين ابوه بيكتشف ان ده بول. طبعا بيمسك مورال بياخده على الاوضه وبيجي ماسكه. طبعا بنشوف مورال وهو بيرفع البنطلون بتاعه وبيحك المؤخره بتاعته التوته، وبنعرف ان ابوه طبعا مسكه رنه علقه. المشكله بقى في ابو مورال اسوا من مورال، ليه؟ بعيدا ان هو بتاع كحول ومخدرات وشاذ، لا ده كمان نصايحه نصايح غبيه، يعني عمره ما بيكلمه في النقطه اللي الولد فعلا غلط فيها، ده بيكلمه دايما في نقطه بعيده. فبعدين بياخد الفلوس اللي كانت معاه وبيروح للعيال اللي موجودين في المدرسه بيوزعها عليهم وبيقول لهم يا جماعه اللي انتم شربتوه دوت كان بول. طبعا متخيل رياكشن حد بعد ما شرب بول على ان هو مشروب طاقه وبقى له فتره عمال بيشرب حاجه، يعني قمه القرف بجد. زي ما انت شفت الحلقه دي كانت مليانه كوارث، يعني من شذوذ لعباده شيطان للقرف اللي هم بيعملوه طول الحلقه، وكانت دي الحلقه الرابعه. لو انت عايزين نكمل في الحلقات الجايه قول لي في الكومنتس، لو في اي حاجه فاتتني او اي كرتون عايزين نتكلموا عنه الفتره الجايه قولوا لي. واظن من الصعب ان احنا وصلنا الفيديو باذنك يا رب 10000 لايك. كان معاكم محمود زايد، سلام.